العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، فرحين في الحياه ديالكم. في هذا الفيديو ديال اليوم كيف ما شفتوا بالعنوان غادي نشارك معكم روتيني للعنايه بالشعر. شحال هادي نتوما كتطلبوا ليا، ولهذا قررت اليوم علاش لا نشارك معكم شنو هما المنتجات اللي كنستعمل، شنو هما المنتجات اللي استعمل يعني اللي اكتشفت مؤخرا وصراحه لقيت معهم راحتي تماما 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 عكس المنتجات اللي كنت كنستعمل قبل. صراحه مؤخرا وليت البنات كنحاول نروم دائما المنتجات اللي يكونوا هما طبيعيين 100% ولا 90%، مهم اكثر ما كانوا طبيعيين اكثر ما احسن، واخا اكيد ضروري ما يكونش منتجات هنايا اللي ماشي هما طبيعيين، لحقاش ماشي كلشي غادي نقدر نلقاه طبيعي بسهوله، شويه بشويه انا كنقلب. المهم لهذاك علاش لا غادي نشارك معكم هاد المنتجات، تقدروا تستافدوا منهم، تقدروا بهالطريقه يجيكم ساهل تلقاهم ولا تقلبوا على شي حاجه اللي كتشبه ليهم. كاين شي حاجات صراحه داروا المفعول ديالهم رائع رائع، ولاحظتوا يعني بعد مده لاحظتوا ماشي لا. المهم دابا ندخل لكم في التفاصيل على هادشي كلشي، ولكن قبل ما نقول لكم بنات وصلنا ل 50000 في القناه، واخيرا 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 انا فرحانه بزاف ومتشوقه بزاف، ما عرفش واحد احساس زوين زوين بزاف بزاف بزاف، وصلت لها البارح بالليل، ولهذا شكرا 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 بزاف. واخيرا وصلنا ل 50000، يعني هذه القناه ماشي قناتي سينو قناتنا كاملين قناتنا جميع، شكرا بزاف لاننا وصلناها قدرنا نوصلوها لهذا العدد هذا الحمد لله. ولهذا البنات بنقول لكم كيف ما وعدتكم مسابقة غادي تكون، غير هو صبروا عليها غير واحد شوي واحد شوي واحد شوي بزاف بزاف بزاف، ماشي زعما شويه زعما من هنا شهر لا، سينو غير يا اما هاد الاخر ديال الشهر يا اما الاول ديال شهر 3 ان شاء الله، وغادي نقول لكم شنو غادي يكون في المسابقه وشروط المسابقه ان شاء الله، اللي ماشي شروط شروط زعما صراحه يعني شروط غيكونوا سهلين، انا كنت كنكون في القناه في انستغرام وصافي. ولهذا سمحوا لي تعطلت عليكم شويه، ان شاء الله عما قريب غادي نقول لكم شنو غادي يكون في المسابقه وكل شيء. ولهذا البنات غادي نبداو الفيديو، وسمحوا لي انا ما كندير لكمش فيديو كل نهار صراحه، باقي ما متعوداش نريح قدام الكاميرا بحال هكا كتجيني شويه صعيبه، يعني بحال يلا فتحت القناه من جديد واحد الاحساس في شكل، ولهذا شويه بشويه باش ما نضغطش على راسي غنبقى مره مره ندير لكم فيديو، ولكن كنوعدكم ما غاديش نغبر عليكم كنوعدكم. ولهذا البنات نبداو بشنو هما المنتجات، يعني نبدا لكم بالترتيب شنو كندير قبل ما نغسل الشعر حتى كنسالي يعني شنو كندير فروتيني باش نعتني بالشعر ديالي. اول حاجه البنات كنديروها هي الزيت، كندير شي زيت لشعري قبل ما نغسلو دائما دائما. هاد القضيه كنت قلتها لكم في واحد الروتين سبق شاركته معكم، دائما شحال هادي البنات مثلا في الصيف كنستعمل الماسكات اللي كيكونوا مصاوبين بالبنان ولا لافوكا وشي حاجه كيكونوا هما باردين ماشي مشكل، ولكن في البرد الا كنعكز باش ندير هذوك الماسكات لحقاش كيجيني البرد في راسي وداكشي ما كنصبرش بهم مده طويله، ولهذا صراحه كتجيني سهله مهله هما الزيوت. عندي هاد الخلطه هذه ديال الزيوت اللي غنخلي لكم هنايا الفيديو الا لقيتو، باقي ما عرفتش باقي ولا تمسح لي لحقاش مده هذه ما شفتش ولا بنت لكم البنات شي زغبه هنايا ما تديوش عليا، راه روتين ديال الشعر واكيد ما غتكون شي زغبه. المهم البنات عندي هاد الخلطه هذه اللي غادي نخليها لكم كيف ما قلت لكم، فيها 7 زيوت، والصراحه من نهار كنستعملها شعري رائعه. امتى كنستعمل هذه الشعر؟ ملي كنشوف شعري البنات بدا كيخفاف ولا بدا كيطيح ليا بزاف صافي كنبدا نستعمل هذا ديما قبل ما نغسل شعري ديما. كاين المرات اللي كنغسل البنات شعري مره في السيمانه، وكاين المرات جوج مرات في السيمانه، لحق شعري انا بعدا ماشي دهني يعني ما كيحتاجش الغسل بزاف، وخصكم تعرفوا هاد القضيه انه الشعر ما مزيانش يتغسل كل نهار، وكاين شي نوع من الشعر اللي ما خصوش يبقى حتى السيمانه لحقاش كيتزيت، وخصنا هذيك الزيت اللي كتكون في الشعر تحيد، يعني ما خصهاش تبقى كثيره يعني كتكون غير عاديه ماشي مشكل، لكن ملي البنت اللي شعرها كيكون مزيت على الاقل خصها تغسلو جوج مرات في السيمانه، والبنت اللي عندناش في مره في السيمانه لحقاش باش يلا هذيك. المهم ما عرفتش كيفاش نشرح لكم كلشي مزيان، انا هادشي اللي كانت قالت لي الكوافوره ملي كنت كنمشي عندها قالت لي من الاحسن انت نوع ديال شعرك تغسليه مره في السيمانه صافي يعني كافيه، الا ما توسخش ليك ولا ما استعملتيش مثلا لاكا وديك لي برودوي اللي كيوسخوا الشعر من الاحسن ما تغسليهش، يعني الا كان شعرك نقي فيه غير مصاوب ودايره ليه شي سيروم ماشي مشكل خليه مره في السيمانه. بالنسبه للبنات اللي عندهم شعر دهني مثلا كان عندي بعض صحباتي كان شعرهم دهني بزاف كتنصحهم يعني بجوج مرات في السيمانه يتغسل الشعر، يعني هادو هما النصائح اللي كانت قالت لي الكوافوره هي عارفه احسن مني في هذا الشيء. المهم البنات قلت لكم هاد الزويت هادي كنديرهم ساعتين ثلاثه السوايع مؤخرا، هذا الشيء اللي كنخليهم صافي في شعري، ولكن قبل ما تكون عندي الوقت سمحوا لي البنات الى الضو كيتبدل، ملي كيكون عندي شويه الوقت كنديرو الصباح وكنغسل شعري مثلا بالليل، تقدروا ديروها الليله كامله لحقاش زيوت طبيعي ما عمرها غضركم، الا ما فاتكمش ما غاديش تضركم يعني يا يعني اما تفيد ولا ما غاديش تضر، ما تخافوش حتى شي حاجه ماشي بحال داكشي الكيميائي، ولهذا خليوها الليل كامل في شعركم دير المفعول ديالها، ما عندكمش الوقت باش مثلا ديروها في الصباح ديروها بالليل وغسلوا شعركم في الصباح، ولا في الصباح وخليوها الليل، ولا ديروها حتى 24 ساعه ما غادي يوقع حتى شي حاجه ومن بعد غسلوا شعركم صافي. انا هذا الشيء البنات هو اللي كندير، من بعد كنغسل شعري، ولا الا ما كانش عندكم مثلا البوتوش ديروا 7 زيوت تخلطوهم تقدروا ديروا زيت الكوكو، زيت الكوكو البنات بزاف ديال الناس مادين عليه نظره
يعني يشكل. مثلا كتجي تقول لهم على زيت الكوكو اللي هو ديال الجسم والشعر كيخلطوه مع زيت الكوكو اللي هو ديال الطبخ. زيت الكوكو ديال الطبخ وزيت الكوكو ديال الجسم والشعر مختلفين بحال زيت ارغان. زيت ارغان ديال الاكل بوحده وزيت ارغان كوزميتيك بوحده, يعني كل واحد مستخرجينه من هذيك هذيك الفاكهه ولا هذيك الحاجه بطريقه مختلفه. ولهذا ديال الجسم ديما كيكون خاص بالجسم, يعني غيعطي مفعوليه اكثر للجسم والشعر على ديال الطبخ. ديال الطبخ حتى هو فيه الفيتامين او حتى هو مزيان, ولكن هذا احسن الا بغيتوه للشعر والجسم. مثلا هذا البنات انا ما نقدرش هذا مثلا نقدر نديرو ماسك قبل ما نغسل شعري ونقدر ندهن به شعري. منين نغسل شعري ندهنو غير واحد شويه لحقاش كميه قليله كافيه, قليله بزاف بزاف بزاف. كندهن به لي بوان ديال شعري وصافي. داكشي اللي بقى كنحاول ما نقيسش الجدر لحقاش هو مزيت هذا, وكيف ما كتشوفوا راه هو 100% طبيعي يعني, وخاص كيف ما قلت لكم بالشعر والجسم. مثلا ما كنتوش كتقدروا توفروا على هذا وبغيتوا نتوما هكا ماسك للشعر قبل الغسل, استعملوا ديال الطياب. ديال الطياب رخيص كتلقاه في اي بلاصه دابا ولا حتى في ميركادونا. صراحه ما مجرباش ديال ميركادونا, ما قريتو ما حتى شي حاجه, ولكن سمعت انه كاين ديال 4 اورو فاصله شي حاجه 3 اورو فاصله شي حاجه, رخيص بزاف وفيه قرعه كبيره. بالحق هذاك راه خاص بالطبخ, ولا لاحظتوا غادي تلقاو حدا زيت البلديه وزيت العاديه, يعني خاص بالطبخ. كون كان كوزميتيك غيكون حدا يعني الحاجات فين كيتباع داكشي كوزميتيك ديال ميركادونا. هذاك يعني خاص بالطبخ. هذاك البنات تقدروا تستعملوه قبل الغسل, تخليه ساعتين ثلاثه بحال كيما سبعه الزيوت اللي قلت لكم, ماشي مشكل ما غادي لكم حتى شي حاجه. فيه فيتامين او, فيه بزاف ديال الفوائد, وصافي غسلوا شعركم. ولكن ما تدهنوش به مورا الغسل. علاش؟ لحقاش الا دهنتوا به, انا مجرباه قبل ما نكتشف هذا الزيت, وانا واحد صاحبتي كانت كتقول لي راه عرفتي راه ملي كندهنوا كاين لي شعري خانز, كنقول لها لا ما يمكنش ريحته زوينه. ومن بعد وانا نلاحظها, يعني ملي كطيبي ولا كدوزي من حدا شي بلاصه مثلا شي واحد كيكمي ولا كدوزي من حدا شي حاجه مشي عليه العواد, اي حاجه تتشدك في شعرك كيولي عندك الروائح ممزوجه تماك كتولي شعرك في واحد الريحه في الشكل, يعني ملي كتخلط الروائح عرفتي ما تبقاش ريحه زوينه, تولي ريحه لها علاقه. لهذا ما ننصحكمش دهنوا زيت الكوكو ديال الطياب شعركم مورا الغسل. كماسك اوكي, ولكن مورا الغسل لا. حاولوا تلقاو الا بغيتوا زيت الكوكو تيعجبكم زيت الكوكو تلقاو هذا اللي هو يعني ماشي نفس الماركه, سينو تلقاو شي تمشيو عند العشاب تقولوا لي بغينا زيت يكون خاص بالشعر والجسم, ولا تشوفوا امازون, ولا انا نحاول نقلب لكم هادشي كلشي واش تلقاه في امازون ونخليه لكم في لا باغدان فو ان شاء الله. بالنسبه للبنات اللي بعادين وبغاو ياخذوه تقدروا تلقاو هادشي في امازون. المهم البنات هذا زوين صراحه بزاف بزاف, كيعجبني بزاف. الحاجه الاخرى البنات فين شنو الحاجه اللي كندير من بعد, عاوتاني ما عندكمش البنات الزيت تقدروا تستعملوا زيت العود. زيت العود هو غني 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 بالفيتامين او, يعني ما عندكمش هادشي كلشي زيت العود عمروا شعركم به وخليوه داك الوقت اللي بغيتو حتى هو راه رائع. ومن بعد البنات كندوزوا لغسل الشعر. مؤخرا استعملت هاد الشامبو هذا اللي هو رائع, ما عندي ما نقول عليه. كيف ما كتشوفوا ما فيهش لا بارابين لا سلفان لا مينيرال اويل لا ديس, هادشي كلشي ما عارفاش اللي عارفه انا هو السلفاتيس بارابينس وغلوتين. هادو عارفهم انا خصوصا البارابين والسلفاتوس كيضروا الشعر بزاف. ايوا ما فيهش ست الحاجات من هادشي اللي مودر, ها نتوما تشوفوهم هنايا واعر بزاف البنات. حتى هو مصاوب يعني بزيت الكوكو, فيه زيت الكوكو داكشي, وفيه شامبو وكريم. يعني داك الكريم اللي كنديرو مورا غسل الشعر هذا فيه كلشي, يعني ما تحتاجوش ديروا كريم من غير الا كان شعركم تضرر بزاف. مثلا هذاك كنغسل به شعري صافي بوحدو, ما كنستعمل لا كريم لا حتى شي حاجه, والصراحه بقيت معاه راحتي بزاف بزاف. واخا هو الثمن ديالو شويه غالي, ولكن ما تنساوش راه فيه الفيتامين او, فيه يعني رائع, منتج رائع كنصحكم به البنات بزاف بزاف بزاف. حتى هو لقيت هاد الماركه نخليها لكم لتحت, لقيتها في امازون. هو كما قلت لكم ولكن فيه 400 ميل, واخا غالي شويه راه فيه 400 ميل, راه داني يمكن هذا تقريبا 3 شهور ولا كيديني الا غسلتي به غير بوحدك. وانا كنت كنغسل به انا ودانيا شعرنا, وصراحه دانا واحد المده معقوله بزاف. المهم البنات من بعد ملي ساليت هذا قلت علاش لا ما نجربش شامبو اخرين, ولقيت نورا ستار ما عرفتش عارفه واحد اليوتيوبر عراقي اللي كتبين تي هادشي ديال الماسك الطبيعي وداكشي بزاف بزاف كتعجبني. وبالصدفه لقيتها ورات هذا الشامبو هذا هو الكريم ديالو, هادو ديال هاد لامارك, هادي البا بوتانيكا. واعرين البنات واعرين واعرين, ما عندي ما نقول عليهم, يعني كنغسل الشامبو كندير الكريمه من بعد رائعين. وشحال من مره كنغسل شعري البنات لحقاش الزيت كنغسل ثلاثه المرات باش يلاه كيتنقى لي شعري مزيان, سينو ما كيتنقاش. باش ما كنكونش دايره الزيوت كان جوج مرات صافي كيتنقى, يعني ضروري من ثلاثه المرات عاد باش الكريم عاد باش كنشلو الكريم. كنخليها تقريبا من 5 دقائق حتى 6 دقائق على حسب الوقت. وصافي البنات كيف ما كتشوفوا هما هادو الا بغيتوا تشوفوا عليهم, هما الصراحه الحجم ديالهم معقول. هما كيديو واحد المده, هادو شويه غاليين على هاد الشامبو اللي وريتكم, ولكن راه كيديو واحد المده معقوله. يعني دابا الشامبو سالي ليا ولكن الكريم باقي, لحقاش الكريم كندير غير شويه وكنديرو حتى لدانيا, يعني هادشي كلشي كنستعملو انا ودانيا لحقاش طبيعي. واخا مؤخرا دابا خديت لها شامبو خاص بها, ولكن هادو استعملتهم انا ودانيا موقع حتى شي حاجه لحقاش ما فيهمش شي حاجه اللي نخاف عليهم. حتى هذا البنات ما
ما فيش البارابين. ما فيش البارابين وما مجربينهمش على الحيوانات. بالنسبه للبنات اللي كتهتموا بهذا الشيء صراحه ما كرهتش كاع المنتجات اللي كناخذو ما يكونوش مجربينهم في الحيوانات، ولكن صعيب بزاف بزاف بزاف، خصوصا يعني المنتجات ديال المكياج داك الشيء كلشي تقريبا قليل الماركات اللي باقين يلا ما كيديروش في الحيوانات ولا ما بقاوش كيديروا في الحيوانات. وكنتمنى من هنا لقدام تتغير هذه الظاهره، واخا بزاف حنا ما مهتم المغرب ما كنهتموش بهذا الشيء، ولكن صراحه خصنا نبداو نهتموا به. انا ما كرهتش كيف ما قلت لكم ناخذ المنتجات كاملين ما يكونوش مجربينهم في الحيوانات، لحقاش كيعذبوهم وكيجربوا فيهم يعني شي حاجات. المهم كيعجبنيش داك الشيء. وكيف ما كتشوفوا كتكون هذه العلامه هذه ديال بحال هذا الارنب هذا هي اللي كتكون في المنتجات اللي ما تيكونوش مجربينهم في الحيوانات. وهذا الشيء علاش عجبوني هادو ثاني بزاف بزاف، لحقاش ما مجربينهمش. كنظن حتى هذا ما مجربش ولكن ما كتبيناش، لحقاش الاكثريه ديال هادشي اللي كناخذ ما كيكون طبيعي وكيكون كيحاولوا على البيئه وعلى كل شيء يعني. المهم كنحاول كيف ما قلت لكم نلاحظ هذه العلامه اللي لقيتها، وما تلقيت منتج ما فيهش ومنتج فيه كناخذ المنتج اللي فيه. لحقاش صراحه غادي يغير شي حاجه ولو قليله، ولكن شي حاجه تقدر تبدل. صافي البنات من بعد ما كنغسل شعري دائما كنحيد منه داك الماء يعني الزائد بالفوطه غير بشويه، ماشي كنبقى ندير هكا سينو غير بشويه حتى نحيد داك الماء ما بقاش شعري كيقطر. ومن بعد كندهنه بهذا السيروم هذا اللي هو انا اللي صاوبته، توا فيه شتات الزيوت، يمكن دير فيه فيتامين او فيتامين او، زيت بودر العنب وزيت ارغان يمكن، ما عقلتش يعني واش ربعه الزيوت ولا ثلاثه. الا لقيت الفيديو باقي غادي نخلي لكم هنا، الا ما لقيتوش غادي نتفكر وغادي ندير لكم فيديو خاص. هذا السيروم البنات من نهار كنستعملو يعني ما عرفتش كنوري لكم عشان تشوفوا فيه. المهم درت شوف هذه القريعه هذه من نهار كنستعملو لقيت راحتي مع يعني مع شعري كندهن به لي بوان. انا عرفت البنات راه جربت ما عرفتش باقي تنعقل واحد النهار، نهار طلع لي صافي شعري شفته مشى فيها ديال بصح. هزيت واحد الكرتونه كبيره وبديت كنجمع الكرتونه كامله عمرتها ورميتها حاجهكم الزبل. لحقاش صافي مليت انني نجرب البرودكتوز، وتا شي واحد ما كيبان لك النتيجه في الاول زوينه، ولكن من بعد كتلقاي بانه هذيك النتيجه كلها غير سيليكون. لي زغبه ديال كتبان لك راه زوينه ورطبه بالحق مع المده، صافي ديك الزغبه كتبقى كتقطع. ومليت ورميت كلشي باش ما بقاش نشوفه قدامي ونبقى نعاود نستعمله. وهي فاش صافي بديت كنخترع انا منتجات الراسي، هي الزيوت نديرهم ناخذهم طبيعيين، وقررت انا ندير هذا السيروم. درت حاولت ندير الزيوت اللي هما خفافين ما يكونوش ثقال بحال مثلا زيت الخروع ثقيل بزاف ما يلاقش ندهنوا به شعرنا. اختاريت هذا الزيوت كما كتشوفوا اللي يكونوا خفاف، وكندير نقيطه وحده البنات ولا جوج على حسب جوج، وندهنهم هنايا في لي بوان ديال شعري هما الاولين، ولا شاط كندهنوا هنايا. ولكن ما عمري كنقيس جدر ديال الشعر لحقاش ما كيتزيد لنا دغيا يعني مده قصيره. وصراحه كيف ما قلت لكم البنات لقيت راحتي معاه بزاف، ما بقى شعري كيتقرض ليا كيف كان، بدا كيطوال. ولكن ماشي غير هذا بوحدو اللي دار هادشي، سينو انا جايكم الحاجات اللي تهم عاونوني صراحه. شعري الحمد لله واخيرا رجع شعري كيف ما بغيت. اما شحال هذه صراحه البنات ما بقاش كيطوال يوصل ليا هنا، ما بقاش كيطوال، ولكن هو كيطوال بالحق كيتهرس يعني. وصلت لواحد الدرجه الصراحه كثر ما جربت المنتجات هادشي اللي كيتباع في المحلات الغالي والرخيص، الحاجه اللي خلاوني نوصل لها هو الدمار ديال شعري يعني، ما عاونوني حتى شي حاجه سينو غندمر شعري. ولهذا صافي التجأت للحاجه الطبيعيه. الحاجه الاخرى البنات ثاني زيت الكوكو تا هو كيف ما قلت لكم، الا ما بغيتش ندير هذا وبان لي شعري بحال غيكون مزيت ولا صافي داز 3 ايام وبان لي غير واحد شويه بغيت غندهن شويه ديال الزيت تكون غير وحده، كندير زيت الكوكو واحد شويه كندهنو بحال هكا كنسخنو في يدي وكنديرو غير لي بوان بوحدهم صافي باش يشربوا لي هذوك لي بوان ديال شعري وصافي. وعندي عاوتاني هذا السيروم هذا اللي كانت عندي شي مناسبه ولا هذا هو اغلى سيروم جربته البنات. هذا داير 50 اورو، واخا انا كنت شريته في واحد الباك تيجي الشامبو والكريم ديالو. بالحق الشامبو والكريم صراحه ما بان لي كيديروا شي حاجه في شكل عادي، مع الثمن ديالهم انهم غاليين عادي مش شي حاجه يعني في شكل. نقدر هاد الشامبوات الطبيعيين كنستعمل احسن منهم بالنسبه ليا. اما السيروم صراحه زوين بزاف البنات، كتحسي ملي كديري شعرك ما كيزيدش نهائيا، وكتحسي بواحد اللمعه رائعه، الشعر كيبان نقي يعني ما كيزيدش. كيف ديري صاوبتي شعرك بغيتي تدهنيه دهنيه ما تخافي والو، دهنيه من هنا يعني ما تكثريش اكيد. كيبقى شعرك زوين كيبان مطلوق كيبان كيتحرك كيبانش مزيت نهائيا يعني. السيروم رائع هذا كنت خديته في العرس ديالي كما كتشوفوا كيجي بحال هكا، وريحته البنات كتحمق صراحه كيتحمقني ريحته. وهذا كنخليه غير المناسبات ولا نهار مناسبات في داري ولا خارج داري يعني، المناسبات اللي بالنسبه لي انا كيهموني وكنبغي مثلا شعري تكون فيه ريحه زوينه ويكون يبان نقي ويبان لامع وكلشي داكشي اللي كنبغي كندير هذا الزيت هذا يعني. كنحافظ عليه كيف ما قلت لكم لانه داير 50 اورو، قدر بزاف الناس تجيهم عادي 50 اورو، بالنسبه لي انا شويه غاليه ولهذا كنستعملو مره. ها هي لا مارك ديالو هي هذه.
اسميتو هاد لامارك ايكون انديا اويل. بالنسبه لهاد لامارك ايكون تلقاوها غير في الكوافورات البنات، ما تلقاوش يعني في المحلات عاديين، وكاين شي كوافورات ما كيبيعوهاش. يعني هاد ايكون كتعطي الكوافورات اكسكلوسيفاس، يعني ماشي لكلشي. انا هادي اللي كنمشي عندها هي اللي كنشد الاكسكلوسيفيدات ديال هاد لامارك هادي هنايا، ومين تبدل شدات واحد الكوافور اخرى، وهي يعني في محتاجتي حاجه من عندهم كنمشي عندها. لهذا غير سولوا عليها الستيليستا ولا هذا اللي حداكم الكوافوره، تقدر تعطيكم معلومات عليها، او تقدروا تاخذوهم اونلاين. اونلاين حتى هما كيبيعوا هاد لامارك. من بعد البنات اللي دهنت شعري صافي بهذا الزيوت، عاوتاني كاين هذا السيروم هذا اللي شريته شحال هذا، ويلاه شوفوا باقي عامر باش تعرفوا شحال وليت كنخاف البنات من الحاجات اللي هما زعما ماشي طبيعيين. هذا كانت جربات واحد صاحبتي وعجبها، وقلت علاش انا ناخذه باش منين تالي زعما نحاول نبقى ندير هذا وهذا، هي ما تنبغيش عليها تكون في شي ريحه زوينه. راكم عارفين السيرومات بحال هذا الشكل ماشي بحال هذا شويه ثقيل شويه ماشي بزاف. اما اللي ما تكون شي مناسبه كتبغي شي ريحه تكون زوينه في الشعر وهذا فيهم ريحه زوينين، واخا هذا احسن 1000 درجه. ولهذا اختاريت هذا، ناخذ هذا ديال الفيفي لوريال. صراحه لوريال واحد الماركه اللي كتعجبني، ولكن كيف ما قلت لكم كاينين ماشي طبيعي. وكيف ما كتشوفوا يلاه استعملته هاد الايامات جوج مرات، وعرفتي هو شحال هادي وعندي، يمكن لما الصيف وانا شاريه من الصيف. المهم كنتمنى باقي في بعدا في 18 شهر غنحاول نستعمله، وخديتو اصلا باش نجربو باش نقول لكم رايي عليه. لحقتاش هذا تقدروا توفروا عليه، تقدروا يجيكم رخيص يعني ماشي غالي. وملي هضرت عليا صاحبتي عليه قلت علاش لا غادي ناخذو نجربو، الثمن ديالو داير 8 اورو فاصله شي حاجه، يمكن 7 اورو فاصله شي حاجه، 6 اورو فاصله شي حاجه. المهم ما فايتش، ما هاوتش على 6 اورو وما فايتش 8 اورو، هذا هو اللي نعقل. لحقاش كما قلت لكم شحال هادي باش خديته، وكيف ما قلت لكم ريحته زوينه. حتى هو الصراحه اليوم اللي درته منين درتو شعري كنحس كيعطي واحد اللمعه زوينه للشعر بلا ما يزيدها، اكيد ما خصكمش تكثروا منه. المهم هذا غادي نجربو مزيان وغنشاركو معكم ان شاء الله. ها هو دابا غير وريتكم شنو درت هذا مؤخرا. يعني بدا صافي لا زيت شعري، درت الزيت لشعري رطبته شويه، حسيت به صافي غديته شويه مورا الغسل. الا بغيت نشفو بسوشوار سخون كندير هادي، كندير هاد البروتيكتور هذا، كانت سولتني واحد البنت عليه. ولا كانت مثلا بغيت ندير سوشوار بارد ما كنديروش هذا، كنشف شعري بسوشوار بارد، ومن بعد عاد باش كنرش هذا على شعري كامل، وكنبدا ندير البلانشا. ولا مثلا كل خصله اللي كنبغي نصاوب بشويه بشويه كنرش واحد الرشه هكا من بعيد، وصافي كندوز هكا يدي وكنبدا نبلانشي شعري بالبلانشا. هي ملي كنبغي نصاوب شعري بصراحه زوين بزاف، هذا عجبني. اكيد حتى هو ماشي طبيعي، ولكن حتى هو جاري العمل في ما عرفتش كيفاش نقولها بالعربيه. انا كنقلب على شي بروتيكتور اللي يكون طبيعي زعما ويعجبني. ان شاء الله لقيت شي حاجه اكيد غنشاركها معكم. المهم حاليا دابا كنستعمل هذا، وهذه يمكن الثمن ديالو 3 اورو فاصله شي حاجه، 4 اورو فاصله شي حاجه، ما غاليش بزاف، وفيه 200 ميل، والمده ديال الصلاحيه ديالو هي 12 شهر. المهم زوين بزاف، وفيه واحد الريحه زوينه فيه تشبه واحد شويه ريحه البانتين اللي كتعجبكم، ريحه البانتين الاوريجينال ديال ديما، هذه كتشبه فيه واحد شويه الريحه. المهم البنات من بعد صافي كنرش شعري، بعد ما كنشفو كنرشو بهذا البروتيكتور، كنصاوبو شويه بحال هكا باش يبقى ليا سيمانه كامله زوين. واخا دابا شحال واحد كيقول لي واش علاش كدير الزيف علاش كتصاوب شعرك، حقتي عجبني نبقى في داري يعني شعري مقاد مصاوب، كنبقى سيمانه كامله مهنيه يعني صافي تنوض كنشطو كيبقى زوين، كيعجبني ضروري ندوز شويه البلانش على شعري ضروري. وصافي البنات هادشي اللي كنصاوب، وهاد المشطه هادي بغيت ننصحكم بها البنات، الا كنتو تقدروا تشريوها كاينه في دروري نديرها 12 اورو، كاينه في فارماسي تقدر 14 13 على حسب منين تاخذوها. ولكن انا كنت خديتها شحال هذه من بانغود، وكان دايره 4 اورو يمكن فاصله شي حاجه، ما عقلتش الثمن بالضبط، بالحق عقلت انها كانت رخيصه بزاف على هنايا. الى لقيتها نقلب على اللين ديالها، الى لقيتو باقي زعما كيبيعوها غنخليه لكم في لاباغ دانفو. زوينه بزاف البنات. هذه امتى كنمشط بها شعري؟ كنمشط بها شعري ملي كيكون صافي نشفتو صاوبتو، هذه هي المشيط اليومي. بالحق المشيط ديال الغسيل وهذا كنستعمل المشطه المغربي اللي الصراحه ما كنستغناش عليها، ولفتها بزاف بزاف بزاف، ما كنرتاحش مع هادو. بالحق بالنهار جربت هذه يوميا كنمشط بها شعري، اول حاجه كنحس بواحد المساج رائع، ثاني حاجه ما كتحسيش لحقاش في هادو ديال الخشب صحيه بزاف للشعر، ما كتحسيش بديك الالكتريسيداد في الشعر، مثلا ملي كتمشطو كتسمع ليك طق. ما عرفتش كيفاش نشرحها لكم الالكتريسيداد بالعربيه، عرفتوا البنات عافاك خليوها الله يرضى عليكم في التعليق باش كنا نستافدوا. ما كتحسوش شعركم كيتقرض، كتحسوا بواحد الماساج، كتحسوا بواحد المشط، يعني كتحسوا بالزغبه ديالكم ما كتضررش ملي كتمشطوا بهذا النوع من المشط. المهم غتلقاوها البنت لي في دروني تقريبا بحالها، بنت لي في الفارماسي، ولكن كما قلت لكم شويه غاليه. الا لقيت ليان غنخليها لكم هنايا تحت ديال بانغود، ولا بان لكم فيها شي شعر ماشي مشكل، انه حيد ما نحيد منها وبقى شويه لتحت هذا ماشي مشكل. صافي البنات هادشي هو اللي كنستعمل شعري. ولكن الحاجه اللي ساعدتني انه شعري طوال، اللي خلات انا شعري صافي مليت، يعني كنشوفو كيطوال لي حد هنا، يعني شحال هذا كنحد هنا وكيحبس، دابا وصل لي حد هنا وكيحبس، هذا كتافي او ما شي حاجه واقعه في الشعر ماشي ما يمكنش.
وبديت كنقلب في الانترنت شنو هي الحاجه اللي كتساعد طول الشعر وهذا. لقيت انه الماكله خصنا ناكلو مزيان، وانا الصراحه مثلا الفواكه من نهار ولت ثاني مابقيتش كناكلهم بزاف، ما عنديش معاهم نهائيا لحقاش اللحم ديالي كليتهم بزاف ومابقاش عندي. تخيلوا البنات كاين شهر يمكن لي دوز نكون كليت بياسه ديال شي بياسه واحده ديال الفروت صافي، يعني شهر كامل ما كناكلش نهائيا اللي في خويا، حتى الصيف عاد باش كندير بهم العصير وداكشي، اما زعما دابا نهار على نهار ما كناكلش والو والو. المهم ولقيت انه كاين هذا البيوتين هذا هو اللي كيساعد انه يطول الشعر وخديته. صراحه هذه فيها 110 كبسوله وحده، بقات فيها وحده، نستعمل جوج من هذه ولا ثلاثه والله ما عقلت، ولكن اللي متاكده 90% هي اني استعمل جوج من هادو اللي فيهم 110، يعني تقريبا 110 فيها 90 يوم فيها 3 شهور، 3 شهور بحال اللي قلتو 7 شهور وشي ايامات، يعني اللي استعملت هاد الحبات هادو. وصراحه عطاو مفعول كيف ما كتشوفوا، كتجي هكا بحال الحبه ديال الفانيل عاديه بحال هكا. خليت وحده اللي خليت باش نوريها لكم، كما قلت لكم مستعمله تقريبا 7 شهور وشي حاجه، وصراحه لقيت لاحظت النتيجه من ناحيه الظفار، لحقاش البيوتين كيعاون على الظفار من ناحيه الشعر. صراحه لاحظت النتيجه ما غاديش تبان لك من الشهر الاول، غتبان من 3 شهور الاولى، كيبان ان الشعر كيبدا يبان متغذي وكيطول وما كيبقاش يتهرس. ما نعرف كتعطي الصراحه جربتي معاها كانت زوينه هاد البيوتين. البيوتين تقدروا تلقاوه في اي بلاصه، فارماسيا برا فارماسيا عند العشاب اونلاين تقدروا تلقاوه بزاف ديال البلايص. انا استعملت هذا اللي كتكون فيه 5000 ام اس سي، خي ما عرفتش صراحه اش كتعني هذيك بالضبط، كاين ديال 7000 بالحق. انا استعملت هذا اللي فيه 5000 لانه قلت اول مره غنجربو نجرب 5000، واصلا فاش بديتو كنت كنرضع، هو ما خصكمش يعني، كان قال لي الطبيب ما تاخذيش وانت كترضعي بالحق. دنيا كانت كبرت شويه صافي، كان عندها عام وشي حاجه، ولهذا صافي اضطريت انني قلت ماشي مشكل غادي ناخذ هذا، وخديت هذا اللي فيه هاد 5000 هادي وصافي. صراحه كما قلت لكم تجربتي كانت معاه زوينه، يعني شعري لاحظت الفرق طوال. دابا حاليا ما كنشربوش، كنشرب غير مولتي فيتامين، ولكن غنرجع ناخذه عاوتاني ان شاء الله، ولكن غناخذ هاد المره ديال 7000 اللي غيكون شويه قوي، ولا غناخذ هادوك اللي كيكونوا بحال غومينولاس بحال توتشيس اللي كيتباعوا بحال حلوه، كتنضغيها وصافي كتاكلي عادي بحال كليتي حلوه، هضروا عليهم حتى هما مزيان. نقدر ناخذ هذاك النوع باش ما كنزعم واخا نمشي للمدرسه ونسيتها ناكلها، يعني قبل ما نخرج المدرسه قبل واخا نسى وقتاش ما قال لي راسي ناكلها. هذه البنات كنت ديما كنشربها قبل ما نفطر، كل صباح قبل ما نفطر ديما ديما ديما. وصافي البنات هذا هو الروتيني ديال الشعر اللي صراحه لقيت عليه راحتي، لحقاش كنت ما قلت لكم واحد المده وصلت فين شعري صافي مشى فيها التهلك ديال بصح ديال بصح ديال بصح، ولا كيتقرض ولا ما كيطوالش ولا اللون ديالو في شكل. اصلا كنت كندير الصباغه بزاف، حتى الصباغه تجنبتها، وليت دابا كنديرها مره في 3 شهور مره في دابا يمكن 6 شهور هذه ما صبغت شعري كنظن. صافي ما بقاش على بالي بالصباغه لحقاش اصلا اللون ديال شعري ولا كيعجبني. هادي كنت كنديرو قهوي وانا شعري كحل، دابا وليت كنخلي صافي كحل، الا رشقات ليا نديرو شويه يكون داك الكحل نمرة 3 اللي كيجي بحال الشوكولاط، وهذا كنديرو مرة في شحال كانت شي مناسبة ولا هذا شي اسبوع ولا صافي، ولا رشقات ليا مثلا بدل اللوك ديالي وصافي. اما صراحة ما بقيتش وليت صافي الصباغة ضربت عليها، كنت واحد الوقت كل شهر كنصبغ شعري، كيبان ليا هاد البلاصة خصني نصبغ شعري، وداكشي خلى شعري خرجت عليه. والحمد لله اضطريت الحمد لله من بعد ما استعملت هاد المنتجات كاملين اللي شاركت معكم عاونوني على انه شعري يرجع يعني كيف كان، يرجع صحيح مبقاش يتقرض ليا، يعني تيبان صحي دابا شعري، كنحس به ملي كنشوفو كنحس به متغذي، كنحس به يعني شعر غير متضرر. اما شحال هذا صراحه كنتي كتشوف فيه اول حاجه كتجيك في بال ناري الشعر شحال مهلوك، هاد البنت نقول لكم هاد السيت هاد خيتي شعرها شحال مهلوك هلكاتو، كيبان ليا مهلوك ديال بصح. ولكن دابا الحمد لله واخيرا وصلت للنقطه اللي بغيت، وصلت اني بان ليا شعري مبان متغذي كيبان صحي ما كيبانش متضرر. وصافي البنات كنتمنى غير هاد الروتين ديال اليوم يفيدكم شي حاجه، كيف ما قلت لكم غنحاول غنخلي لكم هاد لي برودوي كامل اللي لقيتهم في ديال عند امازون ولا شي بلاصه اخرى نخليهم لكم في لاباغ دافو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم كيف العاده، وما تنساوش اللي عجبكم ديروا لايك وديروا سبسكرايب الا كنتو جدادي، مرحبا والف مرحبا بكم، وشكرا بزاف على كل شيء، على كلامكم زوين في الانستغرام هنايا، شكرا بزاف بزاف بزاف. غادي نحاول نزعم ندير سناب شات باش نبقى نشوفكم نتلاقاو ديما تماك. وصافي البنات صحباتي العزاز حبيباتي، تهلاو ليا فراسكم وحتى الفيديو ولا فلوغ ما جي ان شاء الله. باي باي عليكم، بوسه كبيره، الله سلامه.